السلام عليكم متبعي الكرام، جيسبر تكونوا بخير اون فورم. فهاد النهار هذا جبت لكم فيديو خطير ضرب الصح، تعليقات عالميه على حساب ديال الشامبيونز ليغ اللي تغنى باللاعب ديالنا حكيم زياش نجم تشيلسي واللاعب محرز نجم سيتي، بحيث داروا مقارنه بيناتهم وخلاو الجماهير العالميه تعلق بحيث الخوت. لي كومونتير كانوا في هذا البوست هذا اكثر من 18000 تعليق، يعني تبل بلاد ديال بصح. انا نعطيكم بعض التعليق اللي عجبتني صراحه وجميله بين افضل اجنحه العربيه حاليا في اوروبا، بحيث كانوا اراء متباينه، لكن بغيت نعطيكم افضل ما كاين في التعليق. نبداو بالتفاصيل. اول واحد قال نسخه حكيم زياش مع اياكس في 2019 اكبر من رياض محرز، يعني داك الاداء اللي كان مع اياكس راه بطبيعه الحال اكبر من محرز، بحيث كان كدوي كوره كما كنقولوا وكان لاعب مهاري، لكن تشيلسي العام الاول هو اللي نقص الاداء ديالو حيت ما كانش كيلعبوا، وهذا الشيء اثر على العام الثاني ديالو. ثاني واحد قال من ناحيه المهاره او السكيلز كاين زياش، من ناحيه فرصه اللاعب يعني اللاعب اللي نعطيه يلعب هو محرز. واحد اخر قال زياش بسرعته ودقته افضل من محرز، يعني من ناحيه السرعه ديالو او الدقه ديالو في التير احسن. واحد اخر قال بالتاكيد زياش، اذا كان زياش ثابتا فسيكون هو، يعني الا كان المستوى ديالو ثابت وداك اللاعب اللي كنعرفو من تكون في النهار ديالو الا بقى بداك المستوى لواحد المده ونفس الاداء راه بطبيعه الحال يكون اكثر من محرز. واحد اخر قال زياش اكبر من محرز، زياش افضل بقدمه اليسرى، يعني قدم اليسرى ديال حكيم زياش احسن من القدم اليسرى ديال اللاعب رياض محرز. وكانوا بعض التعليق اخرى تقول زياش كما كتشوفوا، وكان محرز ساو عنده نصيب ديالو، ولكن بحيث انا مغربي بطبيعه الحال غنقول لكم داكشي ديال المغاربه، الا كان شي واحد جزائري راه غادي نقول داكشي ديال الجزائريين. يعني بطبيعه الحال زياش كنتمناو يتالق في الماتش ديال غدا ان شاء الله ضد يوفنتوس الى لعب اساسي، وكنتمناو اللاعب المغربي حكيم اليوم يتالق ضد مانشستر سيتي، واللي ما لا يسجل او لا يقدم شي مباراه حاسمه هذا ما كان تلاقاو في الشامبيونز ليغ وتهلاو لي فراس.